صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، واصدر قانونا رقم ثمانية لسنة 2023 بالتصديق على اتفاقية ارتمس لمبادئ التعاون والاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلبية. بعد اقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه صودق على اتفاقية ارتمس لمبادئ التعاون والاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية المعتمدة بتاريخ الثالث عشر من أكتوبر عام 2020 والمرافقة لهذا القانون